صباح الفل يا بنات، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة صاحية بدري شوية، الفجر لسه مأذن من دقيقة واحدة. هاخد معلقة عسل، العسل ده عليه حبة البركة، اسمه غذاء ملكات النحل، بيدي باور بطريقة فظيعة جدا يا بنات، والله أنصحكم تجربوه. وهشرب طبعا إزازة مية حلوة جدا جدا للمعدة والحرق الدهون، وهتوضى علشان ألحق أغسل وشي وأتوضى علشان أصلي الفجر. ليه صاحيه بدري الفجر وما بص... يعني مش بالعاده، لان انا عندي احمد في 4 ايام في الاسبوع فيهم بياخد غداء معاه في اللانش بوكس الحراري اللي انا جبته له ده، والبقيه الاسبوع بيجي على ميعاد الغداء عادي. فالايام دي لازم اصحى انا قبله بدري بساعه ساعه ونص، لان هو اساسا بيصحى الساعه 6. فهسلق قطعتين الفراخ، وعلشان كنت متغديه امبارح الساعه 3 فكنت جعانه جدا، فعملت شعريه بسكر، مش بحط لها لبن، انا بحط لها الميه واحمر الشعريه واحط لها الميه، وبحط لها معلقه سكر واسيبها لما تتشرب وخلاص. على كده هسلق قطعتين فراخ بس، ليه قطعه وليه قطعه اتغدى بيها لما ارجع من المشوار بتاعي. طبعا الفراخ مش مجمده خالص، طالعه من التلج وفكه تماما، زي ما قلت لكم غلط جدا تحطوا فراخ مجمده تستعملوها على طول. مش عندي قهوه، خلصت هجيبه وانا راجعه ان شاء الله، فهشرب نسكافيه اللي هو 3 في 1 عادي جدا، وهاخد معاه جنبه الطبق بتاع الشعريه بسكر وخلاص. على كده انا ممكن مفطرش كمان بقى، يعني على الساعه 7 8 كده ممكن اخد سندوتش جبنه، بس اعتقد ان هو الطبق بتاع الشعريه ده كفيل انه يقضيني لحد العصر، يعني لان هي بتبقى مشبعه جدا. خلاص فهشرب، هعمل بقى النسكافيه، تكون عقبال ما اعمله واجهزه تكون الفراخ بتاعتي طلعت الوش بتاعها. خلاص انا شلت الوش اللي بتطلع الفراخ، وادي الحاجات اللي هنكهها بيها، مكعبين طماطم عملتهم معاكم قبل كده، بصلتين صغيرين خالص، جزرية صغيرة متقطعة قطعتين، كوبيبة صيني وحبهان، ورق لورا وزعتر وروزماري، ورشة بسيطة جدا جوزة الطيب بحطهم، وعشان بس الطبق ازاز فكل التوابل لزقت فيه. المهم هقلبهم كلهم مع بعض علشان ياخدوا النكهات، وهوطي على الفراخ بتاعتي علشان تستوي براحتها. انا لسه قدامي تقريبا ساعه، والفراخ كده كده ما بتاخدش وقت، يعني اخرها اخرها لو اخدت قوي بتبقى ربع ساعه. خلاص هروح افطر بقى، ودايما هفطر قدام اللابتوب لان احمد نايم، فمش حابه ان انا اشغل حاجه يكون صوت عالي في التلفزيون يعني، فهفطر قدام اللابتوب. يلا بينا. خلاص هو صحي وبيلبس حاليا، وجهزت له حاجته، ده الرز، وادي الفراخ المحمره، وادي السلطه. ليه بحطها له في كيس؟ انا بحطها في كيس علشان مهما اتحركت البوكس بتاعه اتحرك ما يعملش، يعني ما تتكبش الميه بتاعتها، فالكيس بيحافظ عليها. هو لما بيجي يسخن البوكس بيطلع العلبه بتاعت السلطه دي، بيفضي فيها السلطه من الكيس بتاعها، وبيسخن بيستعمل البوكس عادي جدا، ما فيش مشكله. انا حطيت له السلطه وقفلت له عليها كويس جدا، وهرجعها مكانها في البوكس، وهو قبل ما بيسخنها بيشيل البوكس ده عادي جدا يعني. وعلى فكره ممكن القطع اللي انا حاطه فيها السلطه دي، ممكن لو واخد مثلا بطاطس او حاجه بتتسخن برضو فيها عادي جدا. وادي الرز، وانا هحط الفرخه واضغط عليها بس عشان البوكس بتاعي يقدر يقفل كويس، وهقفل البوكس. هو بمجرد ما بيجي ياكل بيحط الفيشه ويسخنه 10 دقايق على طول. المعلقه بتاعه البوكس صغيره قوي، يعني عايزه بيبي مش عايزه حد كبير، فانا جبت له عندي معلقه بلاستيك مقوى وعندي منها كتير، فاديت له واحده علشان تبقى حجمها اكبر شويه. كده حاجته خلصانه، البوكس بتاعه جاهز ولبسه هو جاهز وبيلبس، وادي المايه بتاعته هنزله وارجع لكم. خلاص احمد نزل، وده باقي الفراخ اللي هي القطعه اللي انا هتغدى بيها مع باقي الرز، حطها في الشوربه بتاعتها، ودول حبه المواعين اللي فاضلين، فهتسلى كده فيهم واعملهم على طول علشان ما يبقاش فيه اي حاجه راكنه جنبي. وعلى فكره هي شويه كوبايات وكم طبق صغيرين، يعني مش حاجه. انا عندي احمد ما بيفطرش يعني في البيت، بيفطر مع اصحابه في الشغل، فما بيتعبنيش بصراحه في موضوع ان انا اصحى واجهز فطار، فكده كده بالنسبه لي هي يعني بصحى اجهز غدا، بالعكس يعني الموضوع مش صعب والله، بس هو الواحد على حسب ما بيتعود. السنه اللي فاتت واللي قبلها انا كنت كده، فالموضوع بالنسبه لي سهل، علشان ما حدش يقولي بتصحي قبله بساعتين وبتصحي الفجر وتفضلي صاحيه. لا، هو بيرجع الساعه 11، انا ممكن انام على الساعه 11 ونص بالكتير، يعني بكون نايمه، او ممكن في النهار انام لي ساعتين، فبيبقى الموضوع سهل بالنسبه لي ان انا اصحى اعمل له حاجته واكوي له لبسه واجهز له حاجته اللي بياخدها، خصوصا الاربع ايام اللي بيطول فيهم بره، لانه بينزل من الساعه 6 الصبح او 6 ونص بالكتير قوي، بيرجع الساعه 10 ونص 11 فكتر خيره يعني. فلازم يلاقي اللي يهتم بيه علشان ما يحسش ان في ضغط، ويبقى رايح شايل هم ان هو لسه في اكل ولسه هياكل من هناك
خصوصا ان الشغل التاني بتاعه بعد الظهر ده في التجمع الخامس في وادي دجلة، فبيبقى صعب قوي انه يطلع بره او يدخل جوه يلف علشان يجيب اكل. فالبوكس ده بالنسبة لي طلع حاجة جميلة جدا. السنة اللي فاتت كنت بعمله كده، كنت بعمله الاكل كان في بوكس، مش البوكس الحراري، كانت شنطة، عارفين الشنط الحرارية اللي بتحتفظ بالأكل السخن دي، بس ما كانتش يعني مجزية بصراحة، يعني ما كانتش حلوة قوي زي البوكس. البوكس جميل جدا، حتى لو عيش هيسخنوا فيه حلو جدا جدا. فهكمل باقي المواعين وبعدين نشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا عندي كوفرتة هغسلها، بس هي عشان الوانها يعني كذا لون داخلين، يعني موف في بينك في اوف وايت في ابيض، فعشان احافظ على الالوان بتاعتها بعملها بنفس الطريقة دي، وعلشان انضفها كويس جدا، لان انا احيانا طول ما انا قاعدة في التكييف عندي حاط نقلته في الليفينج، نقلت الليفينج في اوضة التكييف، فممكن ابقى قاعدة متغطية بيها يعني، فممكن تنزل على الارض، تنزل على السجادة، وارد يعني. فلازم تتغسل كويس جدا وتعقم كويس. بستعمل ايه معاها؟ انا دايما في الفوط والملايات والكوفرتات والحاجات اللي زي كده بستعمل رينول، اللي هو الرينول الجيل اللي قلت لكم عنه. ما تستغربوش، هو مكتوب عليه انه متعدد الاستعمال، ومكتوب عليه ان هو للفوط والملايات وكل حاجه خاصه بالقماش التقيل، وما كمان مختص بالارضيات. واحط كلوركس الوان علشان ينضف لي لو في بقعه ولا حاجه. الكلوركس اللي هو الباودر ده معقم فظيع جدا جدا، واصعب بقعه بيشيلها، احلى من فانيش بمراحل واقوى منه. واحط خل علشان الالوان بتاعتي تثبت، وطبعا برسيل جل علشان الرغوه وكده. بقلبهم كلهم مع بعض وبحطهم في دوره الغسيل. الاول بدي دوره غسيل غسيل بس، يعني دوره الغسيل بتاعتها تبقى غسيل وشطف وعصير، كله ده بيبقى ساعه، مدته ساعه او ساعه وخمس دقائق. بس انا الاول بديها مده غسيل 12 دقيقه، وبعدين برجع تاني اديها بقى الدوره العاديه بتاعتها اللي هي الغسيل والشطيف والعصر. بقلب كله ده مع بعضه وبحطه لها عادي جدا في درج التلاجة، تلاجة ايه؟ درج الغسالة، سوري معلش. اللهم صل على سيدنا محمد، لخبطت الدرج، لخبطتني خالص. المهم، وهاجي في مرحلة الشطف هحط لها دوني، وممكن ما احطش كمان عشان ريحة النعناع اللي في الرينول. دلوقتي معاد العصافير. انا عندي بتجيلي كمية عصافير رهيبة الصبح، يعني من بعد اذان صلاه الفجر على طول لحد الصبح. الكميه اللي قدامكم دي كميه كبيره. بعمل ايه علشان اطلع الكميه دي كلها؟ لما باجي اروح اجيب الخزين بتاعي بتاع الشهر الجديد، بشوف الخزين القديم واخد من كل حاجه ربع كوبايه ربع كوبايه كده، عدس اصفر بقى، عدس بجبه، رز، شعريه، لسان عصفور، فريك، اي حاجه. بلم من كل حاجه ان شاء الله 4 5 معالق واحطهم في طبق واقلبهم على بعض، بيطلعوا لي بالكميه الكبيره اللي انتم شايفينها دي، وبتقعد معايا فتره طويله. العصافير يعني بمجرد ما بحطه وارجع الاقي الطبق فاضي جدا، بدخله واشطفه واغسله واحط لهم فيه ميه، واخر النهار قبل ما انام باخده ادخله جوه عشان ما يطيرش لو فدي يعني. والصبح بعمل لهم نفس الحكايه. تاخدوا ثواب عظيم جدا جدا، حاولوا تعملوا الموضوع ده، صدقوني والله ثوابه كبير كبير كبير، يعني ما اقولكوش. الطير برضو ليه رزق بيروح لحد عنده. اديني شغلت بقى الدوره الكامله بتاعت الغساله، وهطلع افتح البلكونه بقى عشان نور ربنا يدخل. انا الحمد لله امبارح كنت منضفاها ومسحاها ومنضفه الدنيا فيها. احط بس اكل العصافير وانزل الستاره.
دلوقتي هدخل اخد الشاور بتاعي، هغسل شعري بشامبو لاكتيويل وهستعمل البلسم، اسيبه 10 دقايق ربع ساعة لحد ما اغسل اشطف جسمي بس، وبعدين هطلع علشان اغسل وشي. بحب جدا غسول ايفا ده، ادمنته خلاص في الصيف، بحب اكتر غرنيه في الشتاء، وعلشان حاسه ان انا لسه عندي ملتهبه شويه، فمش هستعمل كلوز اب بالنعناع ولا هستعمل الغسول، هستعملهم بالليل، انما دلوقتي هستعمل الفريش وهستعمل معاه فرش كولتيز، وهتوضى عشان اطلع اصلي الضحى. قبل ما اطلع من الحمام نسيت اقول لكم، هرش المنظف اللي انا عملته معاكم ده على الارضيه وعلى التويليت والحوض والبانيو، ما مش لازم تدعكيه، هو بس مجرد ما بترشيه لو في اي رواسب او اي حاجه بيشيلها، وهطلع علشان اصلي وارجع اشطفه على طول. بعد الصلاة لازم تقروا على الأقل 2 3 صفحات من المصحف تستبشروا بيهم اليوم، ودي حاجة مهمة لازم تعملوها. بعد كده بدخل أشطف في الحوض، وآخد شفشق عندي ده ما بيطلعش بره التويلت، أشطف بيه، أكب على الأرضية وعلى التويلت وعلى البانيو وعلى الحوض، أشطفهم شطفة كويسة، وبعدين هرش المعطر بتاعي وأقفل الباب. هيفضل طول النهار الحمام ريحته حلوة. خلاص كده طبعا خدت دش وصليت، دلوقتي هرش ميه ورد من الهرود على بشرتي علشان تقبض لي المسام شويه، ما بتقفلش المسام، هي بتعمل انقباض للمسام شويه عقبال ما تنشف. هسرح شعري بكريم جلامور وطبعا مشط خشب، علشان طالع لي كام حبايه هستعمل جل الصبار، هاخد منه قطع يعني نقط صغيره احطها على اماكن الحبايه واسيبها لما تنشف. وما اني ابتدى يطلع لي حبوب، فهستعمل بنسينول في الترطيب لانه بيقضي على الحبوب من اول استعمال، بجد رهيب جدا. هستعمل بودي سبلاش بنفاه بريحة المسك على جسمي كله. ودلوقتي هطلع اخد المكنسة الف بيها على الارضيات وعلى الفرش وعلى السجاد بتاع الشقة كله. خلصت بالمكنسة، دلوقتي هحط ملح وهحط معطر بتاع الارضيات اللي هو من ماي واي اللي هو سيكريت جاردن، بحطه على الملح وبحط عليه المعطر وبحط مية وبمسح الشقة كلها، الارضية بتاعتها بتلمع وبتبقى ريحتها زي الفل طول اليوم. دلوقتي انا هلبس علشان عندي مشوار هنزله، وهرجع تقريبا قرب المغرب، فلما ارجع بقى هنشوف هنعمل ايه مع بعض، استنوني. هاي اخيرا رجعت من بره، طبعا هشيل العدسات اول حاجه، طبعا اول ما بدخل هي عدسات نظر، انا مش كنت لابسه الملونه، كنت لابسه النظر، بقطن الميك اب والمزيل اللي انا عملته معاكم، هشيل كل المكياج اللي في وشي، ولو اني مش حاطه غير فونديشن وكحل وبلاشر بس، مش حاطه غير كده. طبعا علشان اشيل باقي المكياج هستعمل كلينج باد ومعاها غسول ايفا، لانه بيشيل كل بواقي المكياج. وده الغدا بتاعي، رز بشعريه وفراخ محمره. بعد الغدا طبعا البوتاجاز انا ما غسلتوش الصبح بعد ما عملت الاكل لاحمد الفجر يعني، فالمعه بس وما فيهوش اي حاجه عايز يتلمع، فبالمنظف على طول على طول كده هرشه وهلمعه كله، حتى الغطا بتاعه كل حاجه هتتلمع فيه. تجاز بقى زي الفل، وعملت بقى قلت اعمل كوبايه شاي لحد ما الميه تغلي اكون ظبطت باقي المطبخ. طبعا الحوض عندي انا كنت غاسله الصفايه دي، وكنت شايله قبل ما احط ارص الحاجات دي فيها كنت منضفاها وغاسله الصفايه نفسها وشايله الصينيه بتاعتها وغسلاها، وهلم كل الفوط يعني بتاعت المطبخ والحاجات علشان تتغسل. طبعا الحوض عايز يتغسل، فهرش المنظف بتاعي وبالاسبونشه مش بسلك، حتى خلي بالكم السلك مع الوقت يعني مش كل مره تعملي سلك سلك سلك، زي ما انتم شايفين كده ما بحطش السلك، يعني مش كل مره بستعمل السلك علشان ما يبهدليش الاستانلس. انا الحوض بتاعي بصفايتين بس، مش بستعمل غير جنب واحد اللي حط عليه الصفايه وبفكر ان انا انقلها، فقولوا لي كده رايكم ايه، ممكن اخد الصفايه اللي على الحوض دي احطها فين، على الرخامه ولا ممكن اكون احطها فين، فسيبوا لي رايكم في الكومنتات تحت. نفس الكلام، الفلتر لازم يتغسل زي الحوض ما بيتغسل، لازم الفلتر يتغسل، لانه الفلتر بالذات ما ينفعش يتساب مره في مره، هتبقى الحاجات اللي فيه صعب جدا ان انت تشيليها، خصوصا لانه في اماكن ضيقه جدا ما بتجيش غير بالفرشه، فبغسله زيه زي الحوض بالظبط. شلت المفرش اللي كان على الرخامه وشلت الحاجات اللي كانت عليها، انا الرخامه بتاعتي ما بسيبش عليها فتفوته، لانه النمل اليومين دول بيجهز للبيات الشتوي فمنتشر، فعشان كده ما بسيبش عليها اي حاجه، وطبعا هي اوريدي متغطيه فما تبقاش متبهدله. بس انصح اي عروسه لو هتجيبي حتى لو مطبخك بني هاتي له الرخامه بني، اوعي تجيبي رخامه فاتحه زي البيج دي، بصراحه وحشه جدا، اي حاجه علمت عليها لو نقطه ميه اتثبت عليها شويه بتعلم، وحشه جدا. انا الرخامه هلمعها، رشيت عليها بس
المنظف، ويا دوب مش محتاجه سبونشه لانها اوريدي نظيفه، يا دوب الفوطه بتاعه المطبخ لمعتها لحد ما نشفت، كنت لمعت باقي المطبخ كله والحاجات اللي محطوطه كلها رصيتها ولمعتها. المنظف اللي انا بعمل بيه ده محطوط فيه بريل ومحطوط فيه ليمون ومحطوط فيه خل ومحطوط فيه ملح ليمون، بيخلي الحاجه بتلمع زي ما انتم شايفينها زي الفل. هلم كل فوط المطبخ، هديهم دورة غسيل، هديهم دورة غسيل علشان ينضفوا كويس جدا جدا، لان في ناس بتقول دورة الغسيل كتيرة، لا بحط لتر ميات قليل وهكنس المطبخ وامسحه. كده بالنسبة لي اليوم خلص، عملت كوباية الشاي، هستنى احمد لما يجي علشان لو محتاج حاجة اعملها له قبل ما انام، وهدخل انام قبله عشان اصحى اعمل نفس الروتين بكرة ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام عليكم.